حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 في ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام في كل شهر، وأوله اثنين وخميس. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا شريح عن الحر بن الصباح قال: جاورت مع ابن عمر بمكة في أيام العشر فكان يصوم، فقال: وأنا أصوم يوم عاشوراء. نعم، وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى شيء من الكلام عليها، وهي صيام عشر ذي الحجة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام أم لم يثبت عنه الصيام؟ وهل يستحب أن نصومها أو لا يستحب؟ هل يستحب أن نصومها أو لا يستحب؟ نقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صيامها. فأما الحديث الأول فهذا الحديث الذي بين أيدينا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة. والحديث الثاني حديث حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أو لا يدع صيام 10 ذي الحجة. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عند مسلم أن النبي لم يصوم هذه العشر، حديث عائشة أنها قالت: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. فالآن هل نأخذ بحديث عائشة الذي عند مسلم، أو نأخذ بهذين الحديثين أنه كان يصوم هذه الأيام؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. المثبت من؟ حديث حفصة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قدم المثبت على النافي؟ قال: لأن المثبت عنده علم لم يعلمه الذي نفى. الذي أثبت عنده علم لم يعلمه الذي نفى. فعائشة نفت شيئاً لم ترى إلا هو، لم ترى النبي يصوم، لكن غيرها رأى النبي يصوم. فنقدم من؟ الذي أثبت الصيام، الذي أثبت الصيام. هذا على فرض أن هذين الحديثين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من أهل العلم يضعف هذين الحديثين، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، قالوا: لأن امرأته مجهولة، فضعفوا هذا الحديث. وأيضا ضعفوا حديث حفصة أيضا. ولكن هناك من العلماء من أثبت هذه الأحاديث وصححها، وعلى فرض أن هذين الحديثين لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: أولاً إن الصيام يستحب لعدة أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. الصيام هل هو من العمل الصالح أو ليس من العمل الصالح؟ من العمل الصالح، فيدخل في عموم هذا الحديث. هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية أن فعل الصحابة يدل على ذلك، ولذلك المصنف رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث ذكر بعده حديث ماذا؟ حديث ابن عمر أنه كان يصوم هذه العشر. ففعل الصحابة يدل على أن الصيام مستحب، وأنه كان معلوم، وأن الصيام في هذه العشر كان معلوما عندهم.
ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وعليا اختلفوا في مسألة صيام أيام القضاء في أيام العشر، فاستحبها عمر وكرهها علي. لماذا كرهها علي؟ قال حتى لا يفوته، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد، حتى لا يفوته ماذا؟ فضل صيام النفل في هذه الأيام العشر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صيام هذه الأيام كان معلوما عند الصحابة. ولذلك الذين يقولون وتجدونهم يدندنون خاصة مع قرب هذه الأيام، يدندنون على أن النبي لم يصم، ويقولون عائشة تقول النبي لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر، ويقول صيامها بدعة. ولا شك أن قولهم هو البدعة وهو القول المنكر. ولذلك عندما سئل الشيخ بن باز عن من يقول هذا الكلام قال هذا جاهل يعلم، لما ذكرنا من الأدلة قبل قليل من أن الصيام يدخل في مطلق الحديث وعموم الحديث، ما من أيام فيها العمل الصالح ومنها عمل الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الفقهاء يذكرون في كتاب الصيام في صيام التطوع يقولون ويسن صيام 9 ذي الحجة و10 ذي الحجة، فصيام هذه الأيام مستحب ومتأكد. ولو قلنا على قاعدتهم يعني هؤلاء الذين ينكرون الصيام، فإننا لن نعمل أي عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا ثبت أن النبي عمله. مثال ذلك، لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أختم القرآن في هذه الأيام العشر 3 مرات مثلا، يأتي أحد ويقول له النبي لم يختم القرآن في هذه العشر، نقول يرد عليك بحديث النبي، النبي قال ما من أيام فيها العمل الصالح، فجميع الأعمال الصالحة تدخل. ولو أن رجلا يريد أن يكثر من الصدقة في هذه الأيام العشر، يأتي رجل يقول أعطني دليل أن النبي كان يتصدق، يأتي رجل ويصل إلى الأرحام في هذه العشر ويقول رجل أعطني دليل أن النبي كان يصل إلى الأرحام في هذه العشر، نقول أنت لم تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمم ما من أيام فيها العمل الصالح، يدخل في جميع الأعمال الصالحة، كل ما تستطيع أن تعمله من أعمال صالحة اعمله في هذه العشر، أي عمل صالح اعمله في هذا العشر، ولا تقل هل النبي فعله أو لم يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحديث ولم يخصص شيئا معينا، فدل على أن جميع الأعمال تدخل. ولذلك هؤلاء الذين لا يريدون أن يصومون ولا يجعلون الناس يصومون ويفوزون بهذا الخير العظيم، فهؤلاء أقرب إلى الوزر من الأجر، لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله، فإذا هم لا يرون الصيام لا يصومون، ولكن لا تلبس على الناس وتحرم الناس من الأجر والثواب العظيم وتصدهم عن سبيل الله. فصيام هذه الأيام صيام متأكد.